السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة يوم سعيد، مرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفة اليوم بإذن الله سوف تكون عبارة عن تحلية منعشة ومناسبة لهذا الفصل، إذن ابقوا معي لنتعرف على طريقة إعداد وتحضير هذه التحلية. سوف نحتاج لنصف كأس من الحليب، ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وسأحتاج أيضا لملعقة صغيرة من الكاكاو المر، نضيف الكاكاو المر والقهوة سريعة الذوبان على الحليب، نحرك جيدا نصبه في صحن ثم نضع قطع البسكوي في السائل كما تلاحظون ثم نتركه جانبا ونمر للمرحلة الموالية. سوف نحتاج كأس من الحليب، سكر حبيبات، وملعقة كبيرة من النشا. بالنسبة للسكر يبقى حسب الرغبة. إذا نضع السكر والنشا في إناء، نحرك ثم نضيف كأس الحليب نحرك المكونات جيدا ثم نضعها على النار نستمر في التحريك إلى أن نحصل على قوام عاقد ثم نصب الخليط على البسكوي ثم نمر للمرحلة الثالثة نترك الخليط يبرد ثم سنضيف له طبقة من البسكوي سنحتاج ملعقة صغيرة من الكاكاو المر وملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان ملعقة صغيرة من المجمد أو الفلون سكر حسب الرغبة والقليل من الماء نضع القهوة والكاكاو والمجمد في إناء نضيف سكر حبيبات نحرك المكونات ثم نضيف الماء ونضع جميع المكونات على النار
نترك الخليط إلى أن يغلي تماما، ثم بعدما وضعنا البسكوي كطبقة ثالثة نضيف الآن الخليط، إذن كان هذا هو شكل التحلية التي حضرت معكم اليوم. بالنسبة للتزيين يبقى اختياري، يمكنكم تزيينها بجوز الهند أو الجوز أو الفول السوداني أو الفستق كما تشاءون. أنا هنا زينتها باللوز. إذن هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تبخلوا علي بالتعاليق، ومن لم يشترك بعد في القناة فليتفضل مشكورا. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة. مع السلامة.